هل في اهتمام كبير جدا بصحة المواطنين من خلال المبادرات والقوافل الطبية اللي بتتعمل بشكل يومي؟ ده غير انه امبارح وزارة الصحة اعلنت عن الخدمات المجانية اللي بتقدمها في عيادات الشباب والمراهقين على مستوى الجمهورية. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الخدمات من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام. يا اهلا بك يا فندم. عايزين نفهم اكتر عن هذه العيادات صديقه للشباب والمراهقين، عن اماكن وجودها وعددها كمان. خليني قبل ما اجاوب اسال حضرتك سؤال يمكن احنا كلنا في مرحله ما من حياتنا كنا محتاجين نجاوب عليه. الشباب من سن 10 ل 21 سنه بيمروا بظروف فسيولوجيه وتغيرات كثيره، سواء كانوا بنات او اولاد. بيحصل لهم تغير فسيولوجي، بيحصل لهم تغير في السلوك، بيحصل لهم نظرة مختلفة للحياة في هذا السن، ونبقى محتاجين حد يجاوب عليها. أسئلة كثيرة محتاجين نعرف، هو الدم اللي نازل ده عند البنت ده إيه اللي ما كانش موجود؟ التغير في الصوت اللي حصل عند الولد ده إيه ما كانش موجود؟ الشنب اللي بدأ يطلع أو الشعيرات اللي تطلع دي ما كانتش موجودة؟ كثير من الأسئلة الحقيقة الناس بتلجأ للإجابة إما إلى الأهل أو إلى الأصدقاء والمعارف، وكثير ما تكون الإجابات يا إما خاطئة يا إما غير مبنية على معلومات علمية موثقة. وبالتالي كان من المهم كجزء من دور وزارة الصحة في خلق صحة عامة للمواطنين المصريين ان احنا نجاوب على الأسئلة دي من خلال المختصين، ندي معلومات تتعلق بالتغيرات بالفسيولوجيا، بالسن المناسب للزواج، السن المناسب للحمل، الأكل الصحي، الغذاء الصحي، امتى يبقى الأكل مفيد ومش شرط خالص انه يكون مرتفع القيمه او مرتفع القيمه الماديه يعني. كل ده من خلال 1200 عياده صديقه للشباب والمراهقين في مراكز ووحدات وزاره الصحه، المراكز الصحيه والوحدات الصحيه، بنقدم من خلال اطباء متخصصين عياده استشاره. استشاره بتجاوب على كل الاسئله اللي الاهل محتاجين يعرفوها واللي الشباب محتاجين يعرفوها واللي المراهقين محتاجين يعرفوها. اسئله تتعلق بالتغيرات الطبيعيه اللي بتحصل، اسئله تتعلق بسن الزواج، اسئله تتعلق بالسن المناسب للانجاب، اسئله تتعلق بالاكل الصحي، الغذاء الصحي. احيانا بيبقى في مرحله الشباب والمراهقه عنف زايد، ويمكن كلنا في بعض الاحيان شفنا ده على السوشيال ميديا. ازاي نقدر الاهل يتغلبوا على ده؟ ازاي يبقى في سلوك قويم من الناحيه الصحيه المبنيه على ما يكونش مواجهه العنف بتاعه الشباب في السن ده ان احنا نضربه مثلا، لا، ازاي نتعامل معاه وازاي نتفاهم حاجه زي دي؟ وازاي ان احنا نخلي سلوكه مش مبني على ده، ردود افعاله ما تبقاش عنيفه، ازاي يصل الى ما يريد من خلال ردود افعال متوازنه ومن خلال تعامل متوازن مع البيئه، مع اصدقاء ومع المجتمع. كل دي الحقيقه محتاج الى مكان تثق فيه وتثق في استشاراته وتثق في العاملين اللي بيقدموا ليك النصيحه الطبيه. كل ده بتقدمه وزاره الصحه من خلال مراكز ووحدات طب الاسره اللي موجوده الحقيقه في كل المحافظات. احنا بنتكلم على 1200 عياده صديقه للشباب والمراهقين، وده جزء مكمل للعيادات اللي لدعم اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده واصلحناها من فتره، المتعلقه ايضا بدعم كبار السن. وتبقى الخطوه اللي احنا شغالين عليها الايام دي وهي المرحله العمريه ما قبل العشر سنين. صحيح. طيب دكتور حسام، انا عايز اتكلم مع حضرتك في مساله انه يجي لي شاب او فتاه هو تعرض اصلا لنصيحه بشكل سيء او كان عنده خبره ما هياش احسن حاجه سببت له ضرر نفسي بشكل كبير، البنات اللي بيتعرضوا للختان، ازاي هيتم التعامل داخل العيادات الصديقه للشباب مع هذه الحالات؟ يعني زي ما حضرتك قلتي احنا عندنا فريق صحي مدرب على اعلى مستوى، حاصل على كافه التدريبات والمعارف اللي تمكنه من انه يا اما يبدا من الاول اعطاء معلومات صحيحه وموثقه، يا اما يبدا يتعامل مع المعلومات الخاطئه او مع السلوكيات الخاطئه او مع الاثار النفسيه اللي حضرتك ذكرتيها المترتبه عن تجارب خاطئه او معلومات ليست مدققه ادت الى صدمات نفسيه، ادت الى سلوك، ادى الى تاثير نفسي شديد على الشباب في سن الحقيقه حساس جدا.
والشباب في السن ده بيبقوا حساسين جدا ويبقى قدرتهم على التأثير والتأثر مرتفعة جدا. عظيم. الدكتور اللي بيروح للعيادات دي الشباب بنفسهم ولا الأهالي عشان يعرفوا الإجابات فيجاوبوا على أولادهم؟ العيادات مفتوحة للجميع، سواء من خلال الأهل إن هم يروحوا ويسألوا ويأخذوا النصيحة والمشورة، أو التوجه مباشرة. عم بيتكلم على شباب فوق ال 12 و15 و16 ولحد 21 سنة يستطيع أن يتوجه بشكل مباشر. الفكرة إن كل ده بيقدم بدون أي نوع من أنواع التكلفة المالية، ده تقدمه الدولة بالمجان للمواطنين، وتتحمل كل تكاليفه الدولة المصرية من باب الاهتمام بصحة مواطنيها، الاهتمام بالحياة الكريمة. ده جزء أيضا من مبادرة السيدة الرئيس للحياة الكريمة، لأنه الحياة الكريمة تشمل أيضا أن تعيش بسلوك نفسي وصحي متوازن. طيب دكتور حسام، هل هيكون في تعاون ما مع المدارس؟ لأنه إنه دايما الدكاترة بيقولوا إن احنا نبتدي الأول بدري أحسن ما ناخد حالة معقدة، أو يعني نصلح بعد ما نبقى وصلت لنا معلومة غلط، أو يعني وصلت لنا يعني الشرح بطريقة ما غلط، فهل هيكون في تعاون مع المدارس بحيث نبتدي بدري شوية؟ ما احنا بنتكلم على سن 10 سنين الحقيقه، ده تقريبا سن الدراسه الاساسيه الاولى، فاحنا البدايه عندنا من بدري، لكن زي ما حضرتك قلتي التعاون ده شيء اساسي وموجود دائما، لانه في النهايه الدوله كلها سواء من الناحيه التعليميه، من الناحيه الصحيه، من الناحيه السلوكيه، بتعمل على رفاهيه مواطنيها. طيب دكتور، كمان عايز اسال حضرتك عن يمكن يعني حاجه بره موضوع العيادات، لكن موضوع الالتهاب الكبدي الخاص بالاطفال اللي موجود في انجلترا، ويمكن بقى في تصريحات انه يمكن يكون سببه الكلاب، فاخر الاخبار في هذا الموضوع؟ اخر الاخبار ان هناك مجموعه من الحالات تقرب من ال 200 حاله تم اكتشافها في مجموعه اكثر من 17 دوله مصابة بأعراض التهاب الكبدي، الأعراض سواء الجهاز الهضمي أو أعراض الصفرة أو ارتفاع درجة الحرارة أو الإسهال أو القيء، في أطفال من سن شهور إلى سن 16 سنة لم يثبت بالدلائل المعملية وبالتحاليل المعملية وجود أي نوع من أنواع الفيروسات الكبدية المعروفة الإي والبي والسي والإي، وبالتالي حتى هذه اللحظة ما زلنا بنبحث عن السبب. في أسباب من الممكن أو يتم دراستها بشكل أكثر كثافة زي التهاب الأدينو فيروس، ممكن يسبب أحيانا بعض أعراض التهاب الكبدي، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل خاص. وبالتالي أنا نصحتي أنه الناس لا تأخذ معلوماتها الطبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولا من خلال السوشيال ميديا، ولكن دائما يتم الرجوع فيها الى اهل العلم واهل الاختصاص والبيانات الرسميه الموثقه اللي بتصدر من وزاره الصحه والتكوين. طيب دكتور، هنستغل وجود حضرتك معانا في كام حاجه كمان، معلش لو وقت حضرتك يسمح. امبارح وزاره الصحه طلعت بيان بتحذر فيه من تناول سمكه معينه، عايزين نعرف خطوره تناول هذه السمكه. يعني هذه السمكه اللي هي سمكه الارنب او سمكه الفرات، دي سمكه يمنع صيدها، يمنع تداولها، يمنع الاحتفاظ بها باي شكل من الاشكال، لانها تحتوي على غدد سميه منتشره في جميع اجزاء السمكه من شانها ان تؤدي اللي بيتناولها الى الوفاه. وهي ممنوع بيعها وممنوع تداولها في قرار السيد وزير التموين. للاسف الشديد لانها موجوده في البحر، بعض الصيادين بيعتمدوا على ان لهم خبره ولهم درايه وبيصطادوها ويبداوا يعتقدوا، برضه ده اعتقاد خاطئ تماما، ان هم لو طبخوها بشكل معين ده هيرفع من السميه اللي فيها وتبقى امنه، وده حقيقه كلام مش مظبوط، وهو ده اللي بيؤدي الى حالات اصابه ولا قدر الله حالات وفاه، بسبب انه الناس عندها معلومات خاطئه وتظن في نفسها القدره على ان هي تقدر لو طبختها بشكل معين قطعت اجزاء معينه تقلل من السميه، والكلام ده غير صحيح تماما، والدليل ما نراه من اصابات وتسممات ولا قدر الله وفيات بسبب هذه الممارسات. فاحنا بنقول بوضوح دي سمكه يمنع صيدها، يمنع تداولها، يمنع بيعها، يمنع اكلها منعا باي طريقه، حتى الناس اللي ممكن تقطعها في ليه مثلا، ودي قطعه لحمه بس
بأي طريقة كان وبأي وسيلة كان، ولا يوجد للأسف الشديد حتى هذه اللحظة ترياق لهذا السم، ولا يوجد قطعا طريقة علمية أو مهنية بتقول إنه في طريقة معينة للطبخ أو الأكل أو التقطيع بتقي الناس من شر هذه السم. طيب دكتور حسام، لو تطمنا على الوضع الوبائي في مصر الخاص بكورونا، لأنه طبعا يعني الناس كلها خففت الإجراءات الاحترازية بشكل كبير. أنا عايز أقول إنه مفيش ارتباط ما بين السلوكيات الداعمة للصحة زي التباعد والتطهير وغسل الأيدي وعدم التواجد في أماكن كثيفة الازدحام والتهوية الجيدة وارتداء الكمامات والوضع الوبائي، لأنه دي سلوكيات من شأنها تعزيز الصحة العامة عموما في الكورونا أو في غيرها. الحمد لله الوضع الوبائي عندنا في حالة مستقرة تماما، عدد الإصابات المجتمعية في أقل أعدادها، عدد الإصابات اللي محتاجة من هذه الإصابات لدخول المستشفيات في أقل أرقامها، الحمد لله معدلات الوفيات في أقل معدلات وصلنا إليها منذ بدء الجائحة. ولكن ثاني وثالث ورابع، إحنا لما نسأل نفسنا ليه، هنقول إن إحنا معدلات التلقيح عندنا ارتفعت، وبالتالي بقى عندنا ممنعة، بقى عندنا مناعة اجتماعية، بقى عندنا مناعة بسبب التلقيح. عشان كده بنقول الحمد لله النهارده بقى عندنا سلاح نستطيع أن نواجه به هذا الوباء، التلقيح اللي ما طعمش يطعم، اللي طعم جرعة واحدة وتكاسل يطعم الجرعة الثانية، اللي طعم جرعتين ومضى عليه 6 أشهر وهو أقل من 65 سنة ياخد الجرعة التنشيطية، أكثر من 65 سنة ومضى عليه 3 أشهر فقط ياخد الجرعة التنشيطية. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا للدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي يا فندم.